متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نناقشوا موضوع التغطية الصحية بالنسبة للصناع التقليديين. سنوات طويلة وصناع التقليديين تيطالبوا باش يستافدوا من التغطية الصحية كباقي المواطنين. اليوم أصبحت هذه الإمكانية متوفرة بالنسبة لهم. أشنو هي الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة على الحياة ديالهم المهنية، خاصة أن العديد من الصناع التقليديين تيقولوا إلا ما كناش مرتاحين يعني صحيا ونفسيا ما نقدروش نبدعوا. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي عبد الكبير العمراوي، رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء. السي العمراوي مرحبا بك. مرحبا، شكرا، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة ديالكم في هذا البرنامج هذا الخاص بالموضوع ديال التغطية الصحية. ورمضان مبارك كريم لجميع المشاهدين والصناع التقليديين والصانعات. شكرا السي عبد الكبير. منذ سنوات طويلة والصناع التقليديين يطالبوا بالتغطية الصحية، الآن تم استجابة لهذا الطلب، هذا في إطار واحد المشروع اللي هو مشروع وطني. يعني كيفاش فعلت الغرفة الصناعة التقليدية مع هذا المستجد هذا؟ أولا بالنسبة لهذا الموضوع ديال التغطية الصحية كما جاء على اللسان ديالكم، هو موضوع اللي هو تقريبا كان مطلب رسمي كان ديال الصناع التقليديين لجميع الفئات ديالهم، كذلك الفعاليات الجمعوية، وكذلك الأعضاء ديال الغرف ومن ضمنهم غرفة الصناعة التقليدية الدار البيضاء 16 اللي هي كانت صراحة عندها واحد المجموعة ديال التدخلات ومجموعة ديال الملتمسات باش أنه تكون التغطية الصحية. وطبعا غرفة الصناعة التقليدية هي شريك أساسي في المشروع، وهي اللي تهمها الموضوع ديال التغطية الصحية بحكم أنها هي المشرفة على الصناع التقليديين على مستوى جهة ديال الدار البيضاء 16. يعني الصانع التقليدي الآن بغى يستافد التغطية الصحية اللي المشروع تاع الحكومة، كيف شنو الخطوات اللي خصو يدير؟ اولا المشروع اللي جات به الحكومه هي اصلا تعليمات ساميه ديال صاحب جلاله وعنايه مولويه ديال صاحب جلاله بالصانع التقليدي والصانعه التقليديه، وجات بعد الاكراهات ديال كورونا اللي كان ان واحد الوضع ديال كان خصو يكون واحد التغطيه صحيه لجميع الصناع والصانعه التقليديين. وبحكم ان تلقى بالنسبه للمشروع راه هو تيهم المغاربه كامل، كاين حنا اليوم تنهضروا غير على الصانع التقليدي بحكم اننا حنا مهتمين به دابا هو الصانع التقليدي. هذا المشروع هذا هو كما هذا مشروع ملكي، مشروع تدخل فيه العنايه والعطف المولوي للصانعات والصناع التقليديين اللي خلاه انه يخرج لوج، حيت شحال من عام وهو تيتخبط في الوزاره تيبقى تيدور في كواليس وتيتأجل وخرجات كانت قوانين اخرى وكانت مشاريع قوانين اخرى، ولكن هذا القانون هذا خرج استنبط من القانون ديال 50/17 يعني داخله فيه الحمايه الاجتماعيه، وتم التنفيذ ديالو بالتعليمات من صاحب الجلاله والمراسيم ديالو والنصوص. لا دابا هو الصانع التقليدي مثلا كيف الحبوس ولا كاين اي منطقه اخرى بغى يستافد من هذه التغطيه الصحيه، اشنو الخطوات اللي خصو يدير؟ انا غادي ندخل المهم بالنسبه للصناع التقليديين، احنا من هذا المنبر تنقولوا لهم انهم خصهم ينخرطوا فيه بقوه. علاش ينخرطوا في صندوق الضمان الاجتماعي؟ خصهم ينخرطوا في الصندوق ديال الضمان الاجتماعي باش تكون عندهم واحد التغطيه صحيه، اللي معروف ان الصحه ولات من اولويات ديال الانسان وهي من الاولويات ديال الانسان اساسا، ولكن دابا يعني خاصه مع الجائحه تاع كورونا تطورات الامراض بشكل مثير، والغلاء ديال العمليات والغلاء ديال الاسعار الادويه والغلاء ديال بزاف ديال التدخلات في هذا الموضوع هذا، وبزاف ديال الحوايج اللي خاص الصانع تكون عنده تغطيه صحيه واللي هي اجباريه. اذا الخطوه الاولى اللي خاصو يدير الصانع التقليدي، اولا خاصو يكون مسجل في واحد السجل الوطني طبقا للقانون ديال 50/17. هذا القانون ديال 50/17 اللي جا باش ينظم الحرف ديال الصناعه التقليديه، ومن ضمنهم ومن ضمن النقاط ديالو السجل الوطني، السجل الوطني للصناع التقليديين باش انهم خصو يكون مسجل في السجل الوطني. اذا الطريقه باش خصو يسجل في السجل الوطني تيلتجا الى غرفه الصناعه التقليديه او مديريه الجهويه ديال الصناعه التقليديه. وطبعا كاين واحد المجموعه ديال الحوايج اللي وجداتهم الاداره ديال غرفه الصناعه التقليديه باش ان الصناع التقليديين ينخرط. اولا الاطر، اولا الاطر، ثانيا الاعضاء تما مساهمين بشكل كبير في انجاح هذا المشروع هذا ديال السجل الوطني اللي غادي يخلي الصانع التقليدي باش
انه يدخل التغطيه الصحيه. يعني ضروري انه يتسجل في هذا السجل الوطني باش يكون اصلا منخرط في صندوق الدم الاجتماعي. اولا هذا السجل الوطني ما جاش غير على قبل التغطيه الصحيه، لا بالعكس هو جا باش ينظم شكون هو الحريفي وشكون هو اللي ماشي حريفي. جا باش يخلق واحد العمليه تنظيميه في شكون هو الحريفي. اذا باش تكون حريفي خصك تكون مسجل في السجل الوطني، وباش تسجل في السجل الوطني كاينين شروط ديال ان خصهم يكون اما معلم، اما معلم تجربه، اما معلم ديبلوم، اما معلم عنده مقاوله. اذا هاد الحوايج وهاد الشروط هادو، يعني ماشي اي واحد يجي يقول انا صانع تقليدي باش نسجل في السجل الوطني كما كان من قبل. باش نقولها بصراحه كان من قبل يعني كان فيها واحد مجموعه ديال الحوايج اللي كانت سلبيه. دابا اليوم بغيتي تكون صانع تقليدي خصك تكون مسجل في السجل الوطني. اذا باش تكون مسجل في السجل الوطني غتبدا تستافد غير ماشي من التغطيه الصحيه. يعني جميع الحوايج اللي ممكن انها تفيدك في الصناعه التقليديه خصو يكون الشرط ديال انك تكون مسجل في السجل الوطني. وكما قلنا هادشي راه ما جاش، هادشي راه جا بالاكراهات ديال كورونا. هذا هو السؤال ديالي، واش بدا القطاع الصناعه التقليديه على مستوى جهه الدار بدا يتعافى من التبعات تاع كورونا؟ خاصة مع ديك السنتين اللي كانت صعاب وكذا، واش بدا الانسان يسترجع العافية ديالو؟ ودابا كاينين اكراهات بالنسبة للصانع التقليدي، ما نكذبوش يعني صراحة الصانع التقليدي تيعيش واحد الوضعية اللي هي صعبة بزاف، فهمتي؟ يعني مدخول الاقتصاد بزاف ديال الحوايج اللي كاينة واحد الانعكاسات، ومثلا وبالنسبة للتبعات ديال كورونا ما غاديش نقولوا في عام ولا عامين غادي، بالعكس كاينين حوايج بزاف ديال، احنا ما غاديش ندخلوا في بزاف ديال الحوايج. كاينين الناس اللي مشاو لهم محلاتهم، كاينين الناس اللي داروا الفايات، كاينين الناس اللي ما بقاوش خدامين، كاينين الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم، كاينين الناس علاش؟ حيت ما كانش واحد الاليه تنظيميه ياك باش يكون هذاك الشيء مقنن، ما كانش هذا القطاع هذا ما كان غير مهيكل. دابا الحمد لله من السجل الوطني، راه السجل الوطني هو اللي غيهيكل القطاع باش نعرفوا شكون هو الصانع التقليدي. وحتى لا الله يستر كاع الا كانت شي حاجه ولا هذا، تقول لك شي منظم وداك الشيء معروف، الناس مسؤولين تيعرفوا شكون الناس من غادي نهضروا. في كورونا كان الصناع التقليديين ولاو بحالهم بحال المغاربه كاملين، كلهم استافدوا من هذاك الدعم الحكومي. ما غاديش نقول كلهم، ولكن واحد الفئه ديالهم استافدت. ولكن في نفس الوقت ما كانوش مهيكلين، كون كانوا مهيكلين بحال الشكل ديال الناس اللي خدامين في القطاع الخاص بالنسبه للصندوق الدعم راه كان ساهل. يعني مباشره ولاو تياخذوا واحد المبلغ ديال 2000 درهم في الشهر تتعطيها لهم لا سي ان اس اس هي اللي تكلفات بهم. علاش؟ حيت ما كانوش مهيكلين، راه عندهم رقم، حنا ما كانش عندنا رقم في الصناعه التقليديه ما عندناش. دابا الحمد لله السجل الوطني هو اللي غادي ان شاء الله يهيكل القطاع، وغادي يخلي ان بزاف ديال حتى الاستفادات على مستوى المعارض، على مستوى حيت الصناعه التقليديه، الصناعه التقليديه ما تيحتاجش غير، راه تيجي بعض المرات تيحتاج شي ورقه ولا شي حاجه ديال مزاوله الحرفه، تيحتاجها في كريدي ديال السكن، تيحتاجها في فيزا، تيحتاجها في عقد ديال العمل خارج المملكه المغربيه. يعني بزاف ديال الحوايج تيستافد منه. ولكن في نفس الوقت اليوم غيتحدد شكون هو الصانع التقليدي، حيت فيها بزاف ديال التشابكات وهذا تيبغي شرح طويل، ولكن اليوم غيتحدد الحمد لله. يعني اليوم قطاع الصناعه التقليديه قطع اشواط على ما احسن ما فهمت من حرق بزاف ديال المراحل باش انه، علاش؟ حيت هذه المساله ديال السجل الوطني هي تتجي من بعد، من بعد ما تتكون الهيئات الوطنيه على حسب القانون ديال 50/17 والهيئات الوطنيه والجهويه والاقليميه، وتيعاود يكونوا الامين. يعني ملي تيتكونوا الهيئه هذاك الرئيس ديال الهيئه تيعتبر هو الامين ديال 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 الحرفه. اذا حتى الحرف الوزاره راه قناتهم تقريبا واحد 139 تقريبا اللي في العلم ديالي، حرفه اللي قناتهم غرفه الوزاره باش هادو هما اللي تيكونوا اللي كاينين في الصناعه التقليديه. كانوا حرف اخرى زايده تحيدوا، يعني ما عندهم علاقه بالصناعه التقليديه. دابا حتى الوزاره راه دارت انه هالحرف اللي غادي يستافدوا من السجل الوطني. الو اذا مني غيستافدوا من السجل الوطني غادي 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 كما قلت ان القانون السجل الوطني هو مرحله ثالثه. علاش؟ اولا خصهم يتكونوا الهيئات ديال 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 الصناعه التقليديه، والرئيس ديال الهيئه هو الامين، كاين امين اقليمي جهوي وطني ياك. ومن بعد ملي تيتكونوا الهيئات تيتكونوا اللجان اللي تيحددوا شكون هما الصناع التقليدي. ولكن هذا الشيء غيبغي وقت كثير.
إذن باش نحرق باش الفكرة اللي جات من عند الوزارة هو أنه يتحرقوا المراحل، دار السجل الوطني وتسجلوا الصناعة التقليدية. ما يمكنش تسناو عامين، علاش؟ حيت المشروع ديال التغطية الصحية حتى 2025، يعني غادي يشمل واحد مجموعة ديال المغاربة، راه واحد الرقم اللي غادي يشمل من ضمنهم الصناعة التقليدية. ديال كيما قلنا راه كاينين الفلاحه، كاين الصناعة التقليدية، كاين الناس ديال الملف الاجتماعي، كاين ولكن دابا بالنسبه للصناعة التقليدية باش يتصايبوا الهيئات ويتعاودوا يتوجدوا الأمناء والليجان وداك الشيء ما غاديش نوصلوا. يعني بقى البدايه بالسجل الوطني. السجل الوطني والعمليه غادي الحمد لله مزيانه، يعني الحمد لله تحت الاشراف ديال المديريه، حيت بشراكه مديريه الصناعه التقليديه الجهويه وغرفه الصناعه التقليديه ودار الصانع. واخا قبل الهيكله غادي مزيان، ولكن المنتوش على الصناعه التقليديه على المستوى الوطني، واش يعني كيفاش خاص يتم التشجيع ديالو؟ الا لاحظنا دابا الان كاين التشجيع تاع الصناعه التقليديه تاع دول اخرى على حساب الصناعه التقليديه الوطنيه. انتم كف غرفه الصناعه التقليديه على مستوى الجهه الدار البيضاء، اش هو المجهود اللي ستبذلوه باش اعاده الاعتبار لهذه الصناعه التقليديه؟ اولا هو الصانع التقليدي ولا السجل الوطني ولا الصناعه التقليديه؟ الولاد على شكل ديال الدار البيضاء، الدار البيضاء اولا غرف الصناعه التقليديه هي واحد الاليه اللي غير تنفيذيه، هي غير استشاريه. حنا تنديروا ملتمسات على حساب التدخلات ديال الاعضاء في الدورات، ولا على حساب الملتمسات ديالهم تتحط في الفتره، وحنا تنديروا الملتمسات للوزاره ولا الجهات المعنيه بهذاك الموضوع. ما عندناش آلية تنفيذية، يعني ما يمكنش نديروا طابع استشاري، أنا طابع استشاري، ما يمكنش ندير نقولوا الحاجة ونعاودوا ننفذوها، ما يمكنش. إذا خصنا ديما نرجعوا للوزارة الوصية، الوزارة الوصية هي اللي تتشوف كيفاش. ولكن الحمد لله يعني كاين بزاف ديال الاستجابات بالنسبة للصناعة، غير اللي كاين هو أنه هذه المسألة الاقتصادية، يعني كيفاش تقفز الصانع التقليدي، خاص واحد المجهود كبير، وخاص الافكار تبدل، وخاص شنو المجهود اللي خصو يتبدل في اطار تشجيع الصناعه التقليديه؟ دابا تيتبدلوا المجهودات، ماشي ما تيتبدلوش. شنو هما مثلا؟ كاين بحال دابا مثلا الدعم ديال المنتوج المغربي، كاين المعارض، كاين المواد الاوليه، دا غنقولوا كاين اكراهات ديال السوق، يعني تتكون وهذه راه موضوع خصنا نشيروا ليه. يعني حتى دابا الصانع التقليدي في المواد الاولويه راه غلات بزاف، فهمتيني؟ يعني بواحد الطريقه النجار راه تقريبا واحد 200% ولا 30% باش تزاد عنده، من العود، المنتوجات الجلديه، الصباغه، بزاف ديال الحوايج اللي تزادوا بواحد الشكل مثير. يعني حتى الصانع حتى ذاك هامش الربح ديالو ما تنظن يمكن لقلال، ما يمكنش دابا تجي للزبون تقول ليه مثلا واحد كان تيصايب واحد الحاجه بواحد الثمن وتقول ليه واحد الثمن اخر، فهمتي؟ ضروري الصانع هذاك الشيء على حساب المدخول ديالو، على حساب المدخول ديال الصانع التقليدي، يعني بواحد المبلغ جاي هذاك الزبون داير في باله واحد المبلغ، تلقى هذاك المبلغ تزاد غير بسبب المواد الاوليه. إذن اش تيدير؟ تيضطر هذاك الصانع التقليدي باش ما يخسرش هذاك الزبون انه يخدم باقل ثمن باش يرضي هذاك الزبون ويبقى محافظ عليه. إذن ولكن على حساب الجيب ديالو. إذن وهذه حقيقه انا تنقول ازمه الغلاء اللي تعرفها دابا المغرب وتعيش على ايقاع المغرب تتاثر حتى على الصناعة التقليدية. المنتوجات ديال الصناعة التقليدية تزادت بزاف، غير باش تنتج راه تزاد، فهمتيني؟ دابا تصور دابا مثلا الناس ديال الطاجين ولا الناس ديال الطين مثلا، كانوا مثلا تيجيبوا الطين مثلا راه الطين مشى تيحفروا الطين حتى هو عنده خصوصيات ديالو، ياك؟ دابا هذاك الطين باش يجيبوا خصو يجيبوا اقل حاجه خصو يهزوا كميه، ياك؟ شاحن، وهذيك الشاحن دابا هذيك الشاحن راه حتى هي تزادت فيها التكاليف. دابا حنا دويتها بسيطه، فهمتي؟ هذا شي شي مربوط بشي. دابا اللي مهم في الاخر، اللي الاخر باش نكونوا متاكدين من هذه الكلمه، هو ان داك الشيء راه على حساب الجيب ديال الصانع التقليدي. الا كان غادي يخدم واحد العام واحد الحاجه مثلا غادي نقولوا 300 درهم ولا اول، راه غادي يعود خدامه غير 150 درهم. ولكن ما كاينش واحد خطه من طرف الحكومه باش دعم الصناعه التقليديه، ودابا الحكومه راه تدير المجهود ديالها. حنا تنشوفوا بزاف ديال الحوايج
ها فرصه انطلاقه فهمتيني المنصه الالكتروني، يعني بزاف ديال منصات الشباب، بزاف ديال المشاريع وبزاف ديال الاوراش اللي تفتحتها الحكومه باش انه الدعم، ومن ضمنهم ماشي الدعم غير الصانع التقليدي، المغاربه كاملين، ولكن راه من ضمن الصانع المهنيين، النقل المهنيين، انا تنوي على المغاربه المهنيين فهمتيني. حتى المقاولات هذا راه فهمتيني، ولكن في نفس الوقت راه من ضمنهم الصانع التقليدي، راه حتى هو راه غادي يستافد من العمليات. اذا حتى الحكومه راه دايره مجهود ديالها باش ان الامور تمشي كيف، ولكن الامر الله سبحانه وتعالى ما شاء فعل. نرجعوا لايام تاع كورونا وسنوات كورونا، اش الدروس اللي استخلصتوا انتم من هذه السنوات باش ما تعاودوش تطيحوا في نفس الفخ اللي طاح فيه الصناعه التقليديه؟ دابا تفخ ما طاحت فيه الصناعه التقليديه، كانت هذيك الازمه ديال كورونا راه كانت على المغاربه كاملين. هذاك انا تنعتبرو، انا هذاك تنعتبرو نداء وطني فهمتي، يعني هذاك بحال غادي دخلنا في واحد الحاجه اللي هي مساله فهمتي وطنيه. كنا تحملنا مسؤوليتنا فيها الشعب، حيت بان في ايام كورونا باتت الهشاشه تاع الصناعه، الهشاشه راه حيت كانت من قبل الهشاشه دغيا بانت الهشاشه فهمتيني. دابا الانعكاسات ديالها راه باقا متاثره على الصانع التقليدي باش فهمتيني، وبالاخص انه كاين تراكمات، يعني تراكمات سابقه ودابا جايه تراكمات. حنا اللي تنطلبوا هو ان الاداره المعنيه بهذه المواضيع هذه ان تاخذ الامور من واحد الزاويه ديال التساهل، يعني يكون واحد اللين في الاداءات، يكون واحد اللين في الاعفاءات، يكون واحد اللين في بزاف ديال الحوايج اللي تخلي لنا داك الصانع. وحنا راه سبق لنا قلنا ان الصانع التقليدي راه خصو يكون مرتاح نفسانيا، الا كانت عنده واحد الضغوطات اقتصاديه راه ما يمكنش يعطي، واخا يبغي يبدا ما يقدرش يبدا صراحه. اذا الا كان مشوش العقل ديالك وهذا راه ما يمكنش تعطي، هذه حاجه مفهومه. ولكن حنا تنطلبوا من الاداره المسؤوله انها تكون تسهيلات في الاداءات، تكون تسهيلات في الاجراء، الاجراء الا بغى يديروا الانسان ما يبقاش دابا، وبالاخص دابا يعني كاين المشروع ملي تيبدا راه ديما تيكون فيه واحد شويه ديال التعثرات. اذا هذوك التعثرات تنتمناو انهم ما توقعش للصانع التقليدي باش ما يضيعش الوقت على ما حاله، حتى لا مشي التعثرات. انتم كغرفه الصناعه التقليديه بجهه الدار البيضاء واش فاتحين لقاءات مشاورات مع الصناعه التقليديه؟ احنا دابا بالنسبه للصناع، بالنسبه لهذا الموضوع هذا احنا مشاركين فيه بجديه، غرفه الصناعه التقليديه تحت اشراف السيد الرئيس احنا مشاركين فيه بجديه، والاخوان الاعضاء كلهم منخرطين فيه. حنا راه ديرنا تقريبا 38 محطه لقاءات تواصليه، يعني دوزنا منها تقريبا النصف ديال النصف الاخر ان شاء الله من بعد رمضان. تتعرف الاكراهات ديال رمضان الصناع التقليديين، يعني تيبان رمضان بالنسبه لهم هو واحد فهمتيني فرصه ديال انه فين انه يرجع الزبناء ديالو، فين انه يخدم، يعني كاين فيه واحد مقدس بالنسبه لنا حنا. اذا رمضان ان شاء الله غادي نكملوا الاجراء اللقاءات التواصليه، واللقاءات التواصليه كاين الاخوان اللي داروا اللقاءات التواصليه في رمضان، يعني عاد كاينين الهيئات وحنا فاتحين الباب، يعني الاطر ديالنا مجنده باش انها تسجل الناس، القسم اللي المشرفين عليه تما خدامين باش يسجلوا الناس، يعني المديريه هي تسجل الناس. كاين واحد مجموعه ديال الحوايج اللي غتخلي حنا تندويو على الاجراء الاداري مني غيمشي السيد ونسجلوه حنا ويمشي لا سي ان اس اس. حنا تنطلبوا ان ما يكونوش عراقيل، وتا كانت هذيك العراقيل تحل بواحد الطريقه اللي تكون لينه، يعني باش السيد ما يضيعش وقته. وفوق من هذا الشيء باش نكونوا واضحين، حتى الصندوق الوطني تا هو راه في الحقيقه منخرط بالعمليه بواحد الجديه كبيره. علاش؟ حيت تا هو ما خلاش هذاك الشيء يبقى مجموع غير في الوكالات ديالو، داروا تقريبا واحد اكثر من 2000 وكاله معتمده اللي تمشي تحط فيها الدوسي ديالك، وثاني على الوسائل الالكترونيه البوابه. لا كاين تساعد، ولكن تيبقى هذاك واحد سمعنا بعض الشكاوى وداك الشيء، كاين واحد تيكون غلط في الاسم، تيكون اخطاء، فهذا تيبقى السيد تيكون في واحد الدوامه باش يتحل الموضوع تيكون كثير. بالنسبه للناس ديال السي بي او ديال ذاك العام راه بداو تيستافدوا، الناس اللي كانوا ذاك العام اللي داروا المساهمه المهنيه راه بداو هذا المشروع ديال هذا، راه هما دايرين اجا ديال الشهر 5 غيبداو الناس يستافدوا ان شاء الله. شكرا سي العمراوي على هذه التفسيرات، متتبعي قناه الفاس. شكرا، بارك الله فيك.